عسلامة. هبا الحمد لله. عسلامة عسلامة. وينك لاباس؟ هبا شتعملوا صح؟ جايين نحوسوا والله. جاي كان جايين هبطنا باش ناخذ الدبش في تونس. احنا من زغوين، نحن في زغوين. من زغوين. كيفاش الاجواء غادي في زغوين؟ الحمد لله لاباس. شقدوا في تونس هنا؟ زحمة زحمة يا دنيا. زحمة خلينا زحمة، غادي جينا زحمة هنا. وخديتوا الحوايج ولا؟ هاي اللي والله مازلنا نعملوا في دورة لسوين. بي سافا، هذاك هو عيد. و فما فلوس ولا ما فماش؟ فما فلوس. فما كاليتي ولا ما فماش؟ فما. فما برشا فلوس ولا لا؟ مش برشا، قد. يقولوا البنات يتشرطوا في العرس، شنو رايكم؟ والله انت والراجل. انت والراجل كي تلقى راجل باهي هكا ومعاك نجمش تشرط عليه. هاي ما نجمش تشرط عليه. انت ولا يا راجل تحبيه وناوين على الخير، مش لازم تتشرطي عليه خاطر انتم باش تكونوا عبد واحد هكا، مش تعيشوا مع بعضكم، ولازم على الحلوه والمره كل مع بعضكم. وهذاك هاو يقولوا الاولاد، يقولوا بنات تونس يتشرطوا برشا. هكاك ولاد تونس يفهموه الكل، مش معناه ولاد تونس هكا، تونس كامله ب 24 ولايه. اي كلهم هكاك تتشرط. احنا ما نتشرطوا لحتى شيء، راه جست تكونوا معايا راجل عيني زوز نعطيهم لك. ما هو راش كيفاش يتصرفوا معنا؟ كيفاش يتصرفوا الاولاد؟ برش ديما يقول لك طفله تونسيه تتشرط وتتشرط هكا، ما انتم يا اختي تعملوهم الكل وبعد تجوا في الاخر. والله يعملهم الكل، يمشي صاحب ويخرج يعملهم الكل وبعد يجي يقول لك ليه ما نجيبش موسم وما نجيبش وما نعملش وما نعرفش. ما خذني انت كي ما تجيبش. داركم يحبوا مثلا يتشرطوا في حاجات، لكن انت ما تستغنى عليهم الحاجات هذوكم، هما يوافقوا ولا لا؟ ليه دارنا ليه؟ ليش ليه؟ ليه ما يتشرطوش معنا؟ ما يتشرطوش معنا، دارنا ما عندهم حتى دخل خالص. تلقى العائله، ما تلقى البنت راهي كما تلقى العائله سافا مع البنت، تلقى البنت سافا. اما تلقى العائله متكبره برشا، مش صحيح مش تلقى طفله متكبره برشا راهي. شكون من الولاد يقول لك طفله عينها محلوله؟ اش معناها طفله عينها محلوله؟ ساعه بالعكس والله، لي مش كل البنات الكل كيف يا اخي. هم فما مش تلقى عينها محلوله وثم عينها لي. فسروا لي عينها محلوله اش معناها؟ عينها محلوله معناها تحب ديما يشري لها، ديما تخزر للفوق و ماخذينها بنظريه خايبه برشا. مش من حقها هي تخزر الفوق؟ هذا حق بتبيع. من حقها تخزر الفوق الفوق الفوق. ما تخزر الفوق ولا لا؟ لا تسيسو. لا انا مش قدامنا لا نتيح، مش الفوق تزش راسه وروح الفوق برشا. شكون مخطوبه فيك؟ حتى واحده. استنى وزوز في المكتوب. استنى في المكتوب. انا كنت خطبتي في العيد اما لا غير. كنت باش تخطب توا؟ كنت في العيد اما لا غير. مشكل ما كتبش مكتوب هذاك منك ولا من؟ منه بتبيع. ما بعد يقول لك كيفاش؟ اي كيفاش؟ والله كنا محلينا مع بعضنا ثلاث سنين، صابره معاه نستنى فيه، قال لي شويه ظروف وتتحلوا ونجوا نعملوا خطبه، في الاخر نجي مع واحده اخرى. خيانه. خيانة بتبيع خيانة. يقولوا البنات ما يصبروش. هاك صبرت. صبرت معها ثلاثة سنين. ما نلتش. عديت دارنا على جالي. والله. أما الله غالي. مش كده. داركم علاش كانوا رافضينه هما؟ كانوا رافضينه. السبب. خاطر ثلاثة سنين معاه وما جاش خطبني وبحكم شوية بعيد هو عليا. معناها ما تقدمش لدارنا كان حكاية مرة بركة مع أمي. ما يتقدمش ما يحكيش. رسميا. هيك تحسيه عبد ما يحبش داركم، ما حشوش بداركم، وحتى كي تشكيله معناها تقول له راه دارنا قالوا لي هكا وهكا ما همكش في داركم وهكاك. تجاوزتها الحكايه ولا ما زلت شوي؟ مأثرة فيا على الاخر، غير نضحك حكايه و اما انا ما نقول له شيء، نقول له بينك وبين ربي كهو. كهو. ما عندكش عليه معلومات؟ ما عنديش معلومات. ولا ما تحاولش انك تعرف؟ لا معناها معاها هي كهو خاطر نشوف فيها على الفيسبوك. كيفاش فقت ماني؟ والله يا ربي سبحانه راك يحب يدلك على حاجة يدلك. جيت مهبط ستوري هو وياها على فيسبوك. جيت مهبط ستوري هو وياها. قبلها بجمعة أنا وياه نحكي مع بعضنا و ستوري ماني لدرجة أنت ما مش عارف اللي أنت بتشوفها ستوري. هو كان في باله اللي أنا مانيش باش نشوف. يا أخي بصدفة راه والله ربي سبحانه يحب يدلك على حاجة والله. كهو.
تعتبر انه رجال الكل يخونوا ولا لا؟ لا لا، كل واحد واصله وكل واحد وتربيته وكله. العلاقه هذه انت شنو هي الريزلت اللي خرجت بها، الدرس اللي خرجت به؟ انك ما تعطيش ثقتك لعباد الكل. ثقه ابدا؟ ثقه لا، مستحيل، ما عادش نعطي ثقتي جمله جمله. وبالنسبه لي الحب انا مش موجود في تونس جمله. حب تونس بعد 3 سنين كي كلمته قلت له علاش عملتك هيك، قال لي عمري انا ما حبيتك، 3 سنين عبد كل يوم يقول لك نحبك. حب هي ومش اخذها هي، يا ربي اني كنت وياها. فما حب ولا لا؟ لا لا، ها فمش حب يسمي حب. احنا من غير حب ما نجموش نعيشوا كمان. حبي روحك، حبي داركم، اخواتك، عليه فما حب يعني. ومو حتى الاخ تبقى سنجل ولا سنجل؟ ما واحد مرتاح سنجل بائس راه. لي والله لي، والله لي بالعكس فرحانة هكا وجو، ما عندك حتى حد يحكم فيك، لا وين مشيت لا وين جيت لا حتى شيء. علاش معناها الراجل مربوطة في وين مشيت وين جيت وين شاورني شاورني؟ كان في تونس العقلية هذيا، راهي كان في تونس، شوفي دول الأخرى مستحيل يقولها هكا. وين مشيتي وين جيتي، شبيك ما شاورتيش، شبيك لبستي كيكة وعلاش عملتي كيكة؟ هو في الآخر إذا تسمعوا الكلام نسمعوا الكلام، أنا مش كنت نسمع كلام. سمعت الكلام وخرجت بيدك على راسك. يلا راسي حسبي الله ونعم الوكيل فيها. شنو توا تقولوا للبنات باش تنصحوا البنات؟ أنا ننصح البنات ردوا بكم تعطوا ثقتكم فيه. ثقة لي في حتى حد. ثقة لي، ردي بالك تعطي ثقتك للطفل، ردي بالك ردي بالك. واحد يجي يخطب ديريكتومون انت لازم يجي لداركم ولا ما يسالش تعطيه فرصه تزيد تعرف عليه 3 سنين اخرين؟ ليه ليه مستحيل، ليه 3 سنين ليه؟ ليه مستحيل 3 سنين؟ عاش طول فرصه انت 3 شهور 4 شهور 5 شهور كها. 5 شهور 4 شهور 3 شهور هذوما كافيين انك باش تعرف شخص بالبي بالبي وباش توصلي معاه ايه؟ 7 كيكا شهور كيكا سافا. عام نقولوا عام. عام الماكسيموم عام سافا كيكا، واحد يعرفوا بعضهم ومعناه يتقلموا مع بعضهم. خاطر تعرف توا تقول وجهه اختك يقول لك ماكش مش قطوس في شكاره. هكاك نزلت ومانيش حاضر وظروف ولازم تقدري ظروفي ولازم تصبري معايا وفي الاخر يخليك. الحقيقه حتى لك انت باهي انك تعرف الشخص اللي انت معاه، معناها ما ترميش روحك وين يجي. انا كنت هذاك نشوف الدنيا الكل، الدنيا الكل ما فيها. وصلت عديت على جيل وخويا، خويا انا ويا 6 شهور نتقابلوا وما نحكيوش. والله بعد مشاو خليني. قولوا لي بانا خسر دلانا. هكا اللي بانا خسر دلانا. كلمة الختام مش مشاكل. كون انا ننصح البنات، نصحتهم قلت لهم ردوا بيكم تعطوا ثقتكم في الرجال، مش الرجال الكل لا كا. هي الثقه الكل مش الرجال الكل ثق كا. كلمه الهوا برك ما نزعلكش قدام ربي لين نموت ودموعي راهي غاليه. ميرسي بوكو.